Sport Plus Spezialunterhalt Einmal raus, alle iFN. Klasse Job. ماضي 3 و 33 دقيقة مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة من سبور بلوس 15 مارس 2024 رمضان مبروك مرة أخرى وحلقة اليوم باش نتناولوا فيها كل الأخبار وكل المسجدات الخاصة بالجولة الثالثة من البلاي في الديربي العاصمة ترجي نادي الأفريقي آخر أخبار وتحضيرات الزوز فرق قراءة في التعيينات نتاع المقابلة هذية وبقية المباريات كذلك الملعب التونسي نجم رياضي ساحلي نادي سفاقسي الاتحاد المنسيري كل تفاصيل كل التحضيرات الخاصة بستة فرق ذوما لتحضيراتهم للجولة الثالثة من البلاي اوف على تعينات الحكام ديربي العاصمة خاصة المباراة الكبيرة لا فيش الكبيرة هيثم جيرات يكون حكم مساحة والدرصاف القنواطي في الفار نرجع كذلك على هزيمة المنتخب الوطني التونسي في كرة اليد البارحة هزيمة مخيبة وأداء مخجل لمنتخبنا ضد المجر في افتتاح مبارياته في الدورة الترشيحية لأولمبياد باريس 2024 مرحبا بالجميع سبوك بلوس مع ايمن زاروق على اي اف ام هذا وقت الاخبار وتفاصيل ان شاء الله مع بعضنا كالعاده في ساعه من زمان ونتوا حتى للاربعه ونص تحيه لفريق الاعداد خليل في الاخراج ايمان وايهاب في الاي اف ام تي في وصديقنا ايمين في الديجيتال سعيد جدا انه رافقنا في التحليل في البلاتو للتحليل والتعليق على المستجدات هذايا يرجع لنا من جديد وسعداء جدا بوجوده معنا بطل ملحمه 2007 مع نجم الساحل من الشرميتي مسا النور مرحبا بك زاروق مرحبا بالعمده عمده <applause> سي <سيجاع> جعفر <في> العمده اون <applause> الحمد لله الحمد لله انت هيك في النشاط تبارك الله رمضان مش مأثر فيك هكا ظهر لك <applause> انت بيه بيه. <applause> رمضان مأثر فيك بدرجه رهيبه معناتها صافا الحمد لله اهلا وسهلا مرحبا بك امين شرميتي كذلك يرافقنا سمير السليمي مساء النور اهلا اهلا بك زروق التحيه ليك تحيه للامين تحيه للشله نتاعنا الناس الكل تسمع فينا والامور بدينا نشدوا في الريتم خويا نتاع الصيام نتاع رمضان والحمد شرميتي مازال ما شادش. لا لا شرميتي ما عقلتوش. مازال ما شرميتي ما عقلتوش الجمله اليوم اش بيك يا ودي رمضان لاباس مش هيك وتفرج. قال لي انت في نشاط وحيويه حسيت روحي متهمه كي تحكي اني فاطر ولا حاجه مش كي العباد يا ودي سافا اش والله بخير والنعمه والحمد لله. اهلا وسهلا باهي فسروا لي حاجه عبد الخير مسعود وجود انا مش مشكل. اه تو بعد اخرج. عبد الله مسعود. خلي يعطينا رايه اخويا سي عبد الباقي جا لكم في اطار في الشفافيه والانفتاح على المستمع هو عبد الباقي ما المفروض معنا اليوم في ليميسيون ايه؟ قال لي ايمن راهو اليوم تواتي مع صلاه الجمعه عندي ايه؟ بعض الالتزامات فصار سويتش مع سمير سليم ايه؟ جا سمير سليم لقيت عبد الباقي ما انا انقذت الموقف هكا زعما زعما انقذت الموقف دخل عبد الباقي وخرج ما فهمتش وين مشى سي عبد الباقي اجى معنا ليميسيون حتى كانك في يا باقي يطلع على سلام عطينا رايك المواضيع اللي نتاع اليوم مازال ثما راي غير صيحه الفزعه اللي عملها البارح ماعرفتش هي <applause> <فيك> صيحه الفزعه <applause> يا خويا انا وانا مرحبا مين؟ مرحبا سمير سليمي. باش نبداو بالتعيينات الجوله الثالثه من البلاي اوف دي جور دونك غدوة نهار السبت مع 9:30 تراجي نادي الإفريقي لديربي القمة هيثم جيرات وحكم الساحة خليل الحساني مساعد أول مروان سعد مساعد ثاني بديس بن صالح حكم رابع دور صافي القنواتي في الفار واسكندر جبلة مساعد الفار نهار لحد الساعتين ملعب التونسي نجم الساحلي سيف الورتاني حكم ساحة جلال سحباني في الفار ونادي صفاقس الاتحاد المنسيري أحمد الضويوي حكم الساحة وفرج عبد اللاوي في الفار المباراة هذيا مع 9:30 في ملعب طيب المهيري قراءة في التعيينات هذيا مع الحكم من سبق صديقنا مختار دبوس أهلا وسهلا مساء الخير مختار مرحبا بك أيمن مرحبا بثانية مرحبا بأمين مرحبا بجميع المشاهدين ومستمعين يا أهلا وسهلا مرحبا بك خونا مختار مرحبا سي مختار هيثم جيرات حكم الديربي وقدرصة في القنواتي حكمة الفار تعليقك وقراءتك للتعيين هذا وبقية التعيينات مختار هو كان متوقع الحقيقة ثم أربعة أسامي هي أمير أمير امير سمير امير وهيثم ونضال معناها حقيقه نضال معناها هنا دينا معناها ما خرجش محرز الملكي باعتبار المشكله اللي كانت له مع نادي النادي الافريقي في ماتش النادي الافريقي والنجم الرياضي السياحي كان مستبعد الحقيقه حتى هو بيدو معناها يقول معناها ما زالت الحقيقه ما تنساش الوضعيه نتاع النادي الافريقي رغم انه محرز عمل ديربي وشكل ما ينجح فيه بنسبه ب... كبيره بالنسبه لهيثم كان متوقع الحقيقه ما في الاخر اللي هم باش كما قلت ناجي باش للاجنبي كالعاده راهو هدد ناجي الجوله هذه الاخيره للحكام التوانسه مش باش للتحكيم الاجنبي ديما في, ال... في مش الجولة... الفرصه هذه الاخيره للتوانسه الفرصه الاخيره للتوانسه مش الجوله الاخيره للتوانسه اي الفرصه الاخيره معناها نقول الفرصه أي الاخيره معناها الجوله الاخيره ما عادش يتحقق الجوله الاخيره معناها معنا... معنا انا بالنسبه لي انا في كل ما نعرفش كي نجي نوع من الذكاء عنده كي يحب يطيح التونسيون توا الراو نتاع اللي في التيران الاولاد خليل هيثم باديس الكل ما شاء الله خبره تهنيوا مم. على الماتش بحول الله ومن بعد نمشيو للفار اللي, اللي حكيت لك ايمن قلت لك راه مشكلتنا توا في غرفه الفار غرفة البار ما احترامنا للدرصاف وما احترامنا للاسكندر، علاش ما كملتش في نفس السياق في الكاتيجوري نتاع هيثم؟ مع احترامنا ديما نقول هنا يعني علاش تحب مشكلة جينا المشكلة كونه إن شاء الله تكون درصاف معناها كيما نقول لك ما قدوهاش الرجال خلات قدها هي إن شاء الله إن شاء الله <applause> تنجم تتعوض مئة الراجل ربي يعاونها. لكن ديما في قراءاتنا الاولانيه تمنينا يكون تعيين متكامل خويا كيما حطيت هيثم في التيران من راهو فما اسم ما نعرفش مختار ثم ديفيرونس دو كاتيجوري بين هيثم جيرات ودرساف قنواتي هنا نحكي دي دي. ديما نحكي لحظه الهبي مختار. مختار. مختار مختار لحظه برك هنا ديما نحبوا نحكيو على التعيين بالكفاءه مش بالجنس خاطر الكفاءه لا جنس لا في تونس راهو لازم تسمعني اسمعني أنا قلت مع احترامي لها انا قراءتي ما إن طلبتني اي طبعا 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 انا قراءتي انا قراءتي انا كنا العباد الكل تفاجات من تعيين دوسات في الفار في الحقيقه نتاع ربي ماناش نحكيو في البطوله نتاعها لهنا مارينا ايش تعرف انا اللي نجم يكون طفا اللي كان يسفر دربي هذه معناها اول دربي في حياتها علاش ندخلوا في المشاكل هذه خويا نجم كنت تحط عبد ما يسحقش للضغوطات آه ما يتعداش رغم انها رغم انها عديت ماتشات لكن ديما الماتشات راهو ما كانوش في الكاليبر نتاع الماتشات الكبار نتاع دربي هذه قراءتي اي اي طبعا 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 حاجه اخرى هيثم اسم كبير تشوف تعرف عمل هيثم الدربي راهو في 20 سنه معناها يعني مش حاجه جديده عليه دربي هيثم فهمتني م -م -م. ان شاء الله ديما نقول تعرف بنجاح الاربيتر هيثم لازم ينجح غرفه الفار لازم غرفه الفار تعيط لهيثم في, في اكسيون تحضر له لا 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 تحضر له تحضير خاص بالنسبه لل, لل... 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 للكاميرا اللي لل يخدموا الماتش تحضر ما تعطيش بلاصه ستابل تعطيه حاجه تتحرك تعطيه الكاميرا القريبه للاكسيون هذه الخدمه الصحيحه نتاع الفار بالنسبه لل... بالنسبه للورجي انا اكد لك هي خدمه نتاع ابلكاسيون راهي باش تكون عاديه ما تخاف من لي زورجو لي زورجو راهم يتجبدوا ما فما حتى مكاني. لكن خايفين من وضعيات اخرى لازم وقت اللي هاي الهيث, الهيث يكون فما تناسق بين هيث المدرسه باش على الاقل الماتش يمشي البر الامان بالنسبه لسيف الورتاني <applause> <applause> كيف 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 في الماتش هذا ماتش المستير ولا ولا, 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 ولا الافريقي <applause> خليني يتنفس شوية علاش معناها بالسيف تعطيه اللي للواحد مازال كاليبر نحبوا يتعلم بسياسة او كتعلم الماتش هذاك يرتاح شوية يعاود يرجع علاش الاصرار على كونه يتحرق الاربيتر فهمتي ربي يستره في الماتش هذاك خليه ماتش ياخذ يرتاح شوية ومن بعد يرجع بالنسبة لي انا راني الكلام تاعي والله لا عندي فيه حتى مصلحة شخصية قاعد نحكي حاسة خبرتي وحاسة كذا سيف وليد صغير كان لازم تحفظ عليه نازل ماتشات مازالوا جايين مازالوا قريب 10 جولات ولا 8 جولات اخرين ماتشات جايين مش عارف علاش الأسرار على كونه تعيين سيف الورثاني في الوقت هذا انا يعني رايي انا يعطيك الصحه اي عادي هذا هو رايك مخ... بربي ثم سؤال علاش ديما اول امبرسيون كي نسمعوا انه هيثم قراه هو الحكم انه اول امبرسيون تجي في مخ الناس الكل انه الماتش بشوفه نول ####توافق هذه وإلا ثم فيها مواضيع... والله لي اسمعني اسمعني هيثم ديرات هاي كلمة حق تتقال في حقه الوقيت نضيف برشا... <applause> لا 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 مختار ما عندهاش علاقة بالنظافة هو ستيل التحكيمي <applause> نتاعو لا 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 است 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 طريقة التحكيم نتاعو هيثم جيرات معروفة معناتها كل كونتاكت فوت صفر اشتهاد صفر انه نخليه اللعبة تمشي نتاع تكسير اللعب متتالي ما معناتها حسب المباريات الكبيرة زفرها هيثم جيرات سابقا هذا سؤالي ليك 100% تكنيك ما عنده حتى علاقة بالأمور الأخرى معناتها هو أه... اين كل كل ربيط يختار الزفاره اللي تساعده فما فما دي يعني. اللي يختاروا لافونتاج اي تنصيح فلان صحيح يدفر يقول لك خويا خلي كل واحد ياخذ حقه في في ليكو فرون فهمتني باش ما تصيرش توا بالنسبه لي نحن ما تشتم آه راهو يا راهو على النظار راهو كي تسحق الجمعيه باش تربح اربعه ولا خمسه ولا ولا حتى اللي تصوروا شكون لو عندك بار اخويا اعطي حق العباد بالبار بالنسبه لرئيس المذكره سيستين ستيل نتاع نتا زو هو فهمت نجح فيه ما شاء الله توا ويخدم في الـ في الـ مم. الـ مم. الـ مم. نيبو ان شاء الله هيثم يكون يكون في المستوى ان شاء الله هيثم ينجح في ماتشو نجاح هيثم دراس خفيف الجمعه هذه هو نجاح التحكيم التونسي باش نبعدوا على تأكيد نادي جويني باش يجيب لنا الاجنبي. <تصفيق> <تصفيق> يعطيك الصحه مختار دبوس الحكم السابق كنا معنا في قراءه اللي الجوله الثالثه ناخذوا تعليق بسرعه سمير يمين الشميت الحقيقه العقليه نتاعنا مازالت بعيده برشا في تونس نكتبوا على روحنا انه مازلنا نقبلوا مراه في المليون نتاع كره القدم التونسي حتى كان ثم قبول المراه هذيا اقليه كبيره ياسر كي نقرا التعليقات توا في اللايف أي. اللي نحن فيه توا كي نقرا المساجات اللي جاوني البارح وقت اللي منذ تم تعيين حكم درصاف القنواتي ما زلت عندنا مشكله اي مهما كانت حكمه ولا صحفيه ولا لاعبه كره قدم اي طفله موجوده في الميليون نتاع كره القدم ثم اشكال كبير ياسر في قبول هالجنس هذين مره اخرى راهي الكفاءه ما عندهاش جنس معناتها بالتوفيق لدورصاف القنوات تعليقات معناها معناتها شيء شيء حشم معناتها من جمهور الكرة نتاعنا مع الاسف معناتها الماجوريتي الا قله قليله وبربي معناتها مره اخرى راهو ال... خاطر نقرا زيد كي كي اخرين نتاع انه هذيا راهي مكشخه وراهي مكشخه وراهو كذا وهكا شفنا تصورها بماريولا تراجي راهم كيف كيف زاد بارش عباد بعثوا لي قالوا لي احكي وهاي تصورها بماريولا لتراجي راضي تونسي ولدي تصويره طفلة. هذيك تلعب كره طايره لعبت كره طايره اكابر في فريق تراجي رياضي تونسي اسمه كنز البريزيني هذيك لاعب كرة الطايرة ما دور صف حتى مش بيه مش بيوش بيوش لبعضهم يعني دونك حتى كان بارتاجيها واحد ولا زوز كنا نطفيو الضوء اما راهي تتبارتاجا بكوبي كولي كوبي كولي ويجي مينيموم 10 عباد بعثوا لي البارح قالوا لي هاو احكي عليها ها يغزر كيفاش هي يهديكم ربي معناتها يزيوم الكوبي كولي وطيحو معناتها من التونسيون يعني انا نحكيو على دربي في الكو... عندك متعلق يمين عندي م... خطر... عندك ما علاقة خاطر بصراحة أنا البارح كنت في ايفينمون باش نحكي على ال... نساء النساء اللي توا في في ميدان الكرة ولا في في جميع الميادين اي ولهذه حقيقه ودي ما احنا مو النرجسيه نتاعنا واحنا مجتمع رجولي مم. نحب لا ذكوري 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 نحب ناكدوا اللي راه النساء هي اللي بالواجبه نتاعها على احسن وجه والبارح انا حضرت على تنظيم بصراحه في الرياضه يعني اسوسيسيون بتاع الطبه البنات ما شاء الله يعطيهم الصحة على التنظيم اللي قاموا به ونعرفوا احنا بطبيعتنا انه نساء وقت اللي يعملوا حاجة يعملوا على قاعدة في <applause> أه نقطتين انا جزء من دخلات. اللي زفر برشا يعطل الريتم تاع الماتش يعطل المتعه تاع الماتش احنا وبالتالي كوريتنا... اكثر فرضت انه يفنيل مطروحه جدا تعطلت احنا كورتنا بالسيف نحب نتمنى وقت شات تاع وانت تزفر في كل مسه هكا تزفر لي تعطل لي في الريتم سامحني ما حكم كبير حكم لا. كبير هو اللي يفهمها الكره ويعرفها يعدي لافونتاج سمير في ظل بالله انت سامحني احنا اليوم في ظل التاويلات اللي نشوفوا فيها كان كل واحد ما يتزفرلوش الفوت احنا خاطر علاش احنا نحبوها نحب نروحنا كل انجليز لكن فورمة اخرى إيه. الانجليز لونجاجمون ونشوفوا الكره ونشوفوا الريتم نقولوا يا خساره احنا في كورتنا ما عندناش ومن بعد احنا لا قدر الله ما تصفرلوش اقل فوت حتى توشه مم. تولي نهول الامور دونك اللي حكم اللي مش تبع اراء نتاع الجمهور ومتاع الناس نتاع كذا ايش اللي يحب يوصل لمستوى عالي مم. يتحمل مسؤولياته ويقراها الكره وماذا بينا الحكم كي يكون صغير يكون يلعب كره لافونتاج قاعده من قواعد كره القدم لافونتاج يتعدى البارح نتفرج شي ماتش أرجو. أو اورجو عمل هكا كمل 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 خاطر الريتم ماشي في الكوره نتاع الريتم فهمتني شنو الفائده باش نزف لك اورجو وانت الكوره عندك خليها تتعدى دوك السلاسه في اللعب مهمه برشا اثنين في 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 نتكلم ما دامنا نتكلموا على التحكيم والتعيينات الح... قطاع التحكيم ما ماهوش قاعد يتعافى ما دي... نتكلم وقت اللي نوصلوا الوقت انه آخر اهتماماتنا شكون شد الدربي آخر اهتماماتنا شكون شد الماتش الفلاني يعني وقتها نقول قطاع التحكيم ولا قطاع ممتاز الحكمة في الفار ماهيش مردودها ولا نزاهتها ولا كفائتها مرتبطة بعوامل أخرى منها تقنية منها تقنيه الفار مش وحده الحكم في الفار باش يحكم تقنيه ساعات الصوره ما تجيكش ما توصل بالوضوح التام وبالتالي وبالتالي ما تنجمش تكلم انت جيرات وبالتالي هي مسكينه باش تحمل مسؤوليه آه. نظرا آه. الى خلل تقني وخلل في الاخراج اي أيوة فوالا سمير نجم نحكيو على حملوش... خلل تقني نجم نحكيو على أيوة نقص خبره مش حم... خاطرها امراه لا 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 ما نحملوش لا وما نعملوا في الضغط خاطر الضغط اللي يشوف فيه على خاطرها مرة مش على خاطر نقص خبره راجل ولا غيره اعطيني ليماج عطيني ليماج بينانتي تاع راشد العرفي تاع سي اس اس تصورت كم من, من زاويه واحده اش دخل حتى. مراه ولا راجل اش دخل في مراه ولا راجل الحكايه هذه ووقت اللي انت عندك 12 كاميرا في صفاقس واضح الموضوع ماهوش مراه ولا رجل الموضوع امكانيات ونزاهه واحنا ننزلوا كل الحكام تاعنا واخبار حول ارتفاع نسبه النساء في مشاهده برنامج سبور بلوس بعد كلام سمير السليم سمير توصيت <applause> الحديث على الديربي ارقام خاصة الرجل والنادي الافريقي شيفر دو جور هجوميا الافريقي سجل 27 بونتو منهم 10 الايدو سرار في خمسه ترجي سجل 30 بونتو يانساس اربعه رودريغو خمسه ثنائي البرازيلي ذي مساهم في تسعه بونتو من 30 26% بونتو الترجي مساهم فيها يانساس سواء بالاهداف سواء بالتمريرات الحاسمه والدربي رقم 28 لوسام يحيى غدو المنتظر باش يكون اساسي انا واهم رقم شد انتباهك مش تستعلق عليهم الكل وسام يحيى وسام يحيى اعطينا ديفلوبي وسام يحيى نعرفه كلاعب لعبت معاه نعرفه كشخص ك يعني اليوم نجم نعتبروه رمز من رموز النادي الافريقي ان اكزومبل سويفر بالنسبه للاعبين الشبان وان شاء الله الميساج وصل باش ما ندخلوش ما تعمقوش برشا خاطر كي تشوف انت وسام اليوم بالمردود اللي يقوم به بالبريسيون والضغط الكبير اللي متحمله وسام والمسؤوليه نتصور انه درس في في الكوره ودرس في نادي الافريقي. آه شنو الرقم اللي شاد انتباهك بسرعه؟ ملاحظه مش رقم ملاحظه انه آه فما فما مردود قبل التريف وقبل كاس افريقيا وفما بعد الاسبيرانس بعد كاس افريقيا وبعد التريف حاجه وقبلها حاجه النادي الافريقي قبل التريف وقبل كاس افريقيا كان حاجه وبعد التريف كان حاجه ايش خدمت في التريف شنو انت دبت شنو حضرت شنو معسكراتك هذا الكل موضوع للنقاش وبالتالي ما نجموش نتكلموا على احصائيات ما قبل التراف لان كان موضوع اخر فما فرق كانت قويه ياسر ولات متوسطه وضعيفه وفما فرق كان عندها مشاكل تحسنت وتطورت انت والخدمه نتاعك نتكلم اي تحسها سيزون 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 هي. اخرى تراف ثلاثة شهور عباره انا قلت لي رصاص مركب سيزون تاع عمناوت ولا 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 وسام يحيى معناها عطى <applause> باس هذيك عمناوت راهو التراف نتاع الشتاء اطول من الصيف يا سمير راهو مش فيها جولتين خويا النادي الافريقي العب لعب زوز ماتشات والتراجي لعب زوز ماتشات لا اكثر ولا اقل الكل وباقي كل طيح من نعطيكم التشكيله شنو مردودك توا في في في, في الاونه الحاليه وكا التشكيلات المرتبقه المرتقبه وانعلقوا عليهم ميشرميتي وسمير السليمي بالنسبه للترجي تقريبا لا تغييرات في التشكيله مميش مريح توغاي بن حميده بن علي منتظر باش يكون على اليمين روجي اولو زكريا العايب سيف تقى بلوتو حسام تقى اعتذرنا يانساس بوغرة و رودريغو رودريغيز بالنسبه للنادي الافريقي معز حسن ادم الطاوس على اليسار زعلوني على اليمين فلاكس اسكندر العبيدي والشريفي احمد خليل وسام يحيى فيدريغو بيكورو بسام السرار في طيب المزيني وكينغسلي إدوا ادو تشكيلات المرتقبه والمحتمله غدو امين هو بالنسبه ثماش دي نتصور انه ترجي باش يحاول يحافظ على نفس التشكيله في ظل سلسلة إيجابية كبيرة في النتائج، باش يحاول نأكدها مباراة الدربي، نعرفوا أنه الدربي دربي حقيقه اخرى دربي اتموسفير اخرى حتى لو كان الترجي متفوق يعني في وحقق نتائج ايجابيه في في المباراه الفارطه لكن نعرفوا انه اللاعبين الموتيفاسيون اللي بشات بها هذا النادي الافريقي باش ياكد النتيجه اللي قام بها مباراه المنستير ونعرفوا كل انرجي وكل رياكسيون نصور حتى الامبيونس باش يكون عنده دور هل الترجي باش يواصل في في النتائج الايجابيه والا هل النادي الافريقي باش يوقف وقف آه النتائج هذه؟ سؤال نشوفه نكتشفوا اجابته غدوه تسع تحليل تحليلك للزوز تشكيلات للنادي الافريقي تشكيلة بتشكيله تشكيلة الترجي تو بعد على تشكيله النادي الافريقي التشكيله تقريبا ما فيهاش تغييرات كبيره الا ابو شنيبه خرج يدخل بن علي على اليمين ثم بوقر اللي استرجع المكان نتاعو لانه في انتداب بوكيا أخذ زوز ماتشوات ولا بوقر على البنك م. اخيرا في الماتش الاخراني واللي اللي قبله بدا بوغر يفك في المكان نتاعو ما تنساش عزيز. فما اشكال نتاع لي لا دونك حال. لازم ديما اربعه فوق الميدان سو كيفي كو تلقى ديما هذا مؤكد الحال لكن انه يكون متواجد كاساسي حاجه ممتازه بالنسبه لاسامه بوغر تقريبا التشكيله الاساسيه ترجي الرياضي تونسي في الاربع مباريات او خمسه مباريات اربع مباريات تقريبا مع مع كاردوزو لعب ماتش وحيد فقط بطريقة فيها توازن ودفاعي هي ماتش ريتوال في سوسا الباقي الكل لعب بطريقة هجومية لعب مع مع في رادس شامبيونز ليج بطريقة هجومية وانتصر في الماتش هذاك ثم لعب مع الهلال بطريقة هجومية وانتصر ثم لعب مع الاطوال مع الملعب التونسي بطريقة هجومية وهنا لازم ك... ولعب مع الاطوال بطريقة متوازنة فيها شوية من الدفاع وشوية من, <تصفيق> <تصفيق> من النضج الديربي نتاع نتاع غدوه مش يلعب الترجي بطريقه هجوميه اولا الساعه قدام الجماهير نتاعو هو يستقبل هو كذا يحب يلعب من له. دونك السيناريو الترجي بنسخه هجوميه مش نسخه التوال خلينا على حاجه الميتون اللي تقلق فيه الوحيد اللي تقلق فيه الترجي التونسي هو ميتون الملعب التونسي شوط الاول شوط الاول ايوا الترجي لعب بطريقه هجوميه الدو لعب تكتيكيا بامتياز لولا اللياقه البدنيه والملعب التونسي اضاع زوز اهداف واضحه موي. في السفر صفر كان في كانت ماركيه وزوز اهداف هذوكم تتغير المعطيات تكتيكيا نجح وبالتالي منذ الكبير اكيد عنده عنده سيناريو من نوع هذا هو هو؟ اللي هو شنو اللي هو الساعه آه تقى والعايب ما ياخذوش الكرة او له خ... ايش عندك فيه؟ او له اختير في الكره الثابت خليه ياخذ كرة كيما يحب، ثلاثه ملاعبيه في دفاع الترجي لازم ياخذوا في الرولانس، اولهم ريح، اثنين تقا ثلاثه آه زكريا العايب وذاك اش عمل بلاقه بدنيه وبضغط كبير آه آه حمادي الدو نتمنى الفريق اكيد انه يكون جاهز بدنيا، توصل الكرة لساس وابو قره وخط الهجوم يتحول الترجي ويولي خط وبالتالي من النقاط التكتيكيه ان شاء الله نشوفوها غدويكا النقطه الاساسيه هذه بطبيعه الحال الترجي عنده عدد كبير من نقاط القوه من بعد نحكيو على النادي الافريقي عندك ما تضيفي خصوص ترجي نحكيو على النادي الافريقي هو بالنسبه هو بالنسبه نتصور انه غدوه باش يكون اولو هو اللاعب المحوري اللي باش يعمل الفارق في سورتو باللي باس نتاعو اللي باس بروفوندور اونتر ليني نعرف انه الترجي الرياضي التونسي وقت اللي تصير توصل الكره للمهاجمين نتاعو عنده الكاليتي الكاليتي موجوده اللي نجموا يصنعوا الفارق اللي يوصل الكره تقاو العائد أولو يعمل يعني... يعمل, لي يعمل لي يعمل لي في التغطية يعني آه هو كي يطلع كي يطلع م. حموده كي يطلع, يعني كي عليه يطلع يعرف كيفاش يغطي عليهم يعرف هو في لي كيليبر وراه هذاك النقص الترجي الكي... من, من فتره مهمة, مهمه لازم. جدا ونقطه اساسيه لا انا تكلمت ايمن امين تكلمت على خروج الكره الدور أولو ما يقومش به بدرجه كبيره لكن يقوم بأدوار إيه ما وقت اللي يقوم به يقوم به بإتقان ما يرجعش بقوله الكرة بتولي دي ما يحاول يلقى تقا والعائل هذا مؤكد هذا مؤكد أدوار أهولو بشكل يمشي في بقعته مهمة برشا لعب مغير يقرأ الكرة يقرأ الكرة يعرف كيفاش يبلس يروح و... الكوفر و... الكوفر و... أصحابه و... و... اللي جاي يعني وقت يصير ثبت زيكلي برا صحيح هذا لا لا ما بالعكس بالنسبة للنادي الافريقي النادي الافريقي قدم خلينا نقول واحنا نستناو في وجه في وجه كبير النادي الافريقي خاصة انه قلنا الكاليتي موجودة الكاليتي بتاع اللاعبين الفنيات موجودة لكن ما زالت اللي... خلينا نقول الفاح اللي باش تعمل المردود اللي استنوا فيه الناس الكل، خاطر في فترة ما شفنا النادي الافريقي قدم كرة محترمة وقدم أداء محترم اليوم نتصور أنه وقت اللي جي تلعب ضد جايب فوز في مباراة أخرانية الأمور تتحسن تصلح في جو مورال مهزوز مورال مهزوز في ديربي أمبيونس في الليل نصور هذا الكل باش يكون عنده عنده دفع معنوي باش نشوفوا كرة محترمة ونشوفوا ريتم باهي ونشوفوا وجه محترم للنادي الافريقي زادة النادي الافريقي سمير تشكيلة المرتقبة الحاجه الثانيه في النادي الافريقي كونه المردود قاعد يتحسن من جوله الى اخرى. يعني شفنا مردود كارثي مع أكاديكي... أكاديميك. 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 اكاديميك ثم شفنا مردود مقبول مع سياسات سي شفنا سي سي شف... ثم شفنا مردود طيب تحسن المردود مع الاتحاد هذا النقطة الثانية بالنسبة للنادي الافريقي هو اللياقة البدنية، اللياقة البدنية تحسنت. لأنه كانت لياقة ضعيفة جدا، ملعبية ما تعرفش ما تنجمش تتحرك في الماتش الاولاني حسن مع حسنت اللياقه كاديمي. واكيد انه في الدربي في النقطه الثالثه المهمه عوده الطاوس على اليسار خلى بيكورو يدخل الميليو وهذا موضوع لابد انه نتكلموا عليه اولا ساعه الطاوس ولياقته البدنيه اللاعب كان مصاب كيفاش مش باش يكون في الدربي مش يكون معناها بعدها ابرز لاعب في الترجي ساس يوه. ثم بن علي دونك في الكلوار هذا شكون مش في الكلوارة ذاك فما خدمه تكتيكيه ثم الدور نتاع ال... بيكورو شنو هو بالضبط؟ هل انه مش يكون مع احمد خليل؟ هل انه مش قدام قد... مش يكون مع وسام يحيى؟ راهو مهم برشا الكلام هذايا لانه م. طريقه لعب الترجي تتطلب انه بيكورو يكون في في مركز معين من الملعب اللي هو مش نوع المركز المعين هذايا من غير ما تحلو قلنا ما يلعبش بحذا احمد خليل يلعب القدام طالع في آه، مواجهة أولو بالضبط ما نجمش آه. يكون فردليني مع مش فردليني ما يكون فرد إذا كان لعب مع أحمد خليل فردليني, فردليني عطيت السيطرة للترجي يلزم يكون موجود عند أولو بحذاه بالضبط غاديكا خلي تاكل بعضها بيناتهم غادي في الجنوب لأي شو تاكل بعضها كيما عمل الملعب التونسي بالضبط باهي تزيدوا نفسروا الفكرة هذيا بعد الأخبار الأربعة نتاع العشاء قبلهم أخبار الطرقات مع صديقتنا جورجينا ايا بالغايب رودريغيز راجعين بعد شويه. <applause> اهلا <applause> وسهلا مرحبا من جديد في جزءنا الثاني من حصتنا مازلنا نصيحة حتى لربعة ونص بعد شوية باش نحكيو على زوز مباريات المتبقى الملعب التونسي نجم ساحلي نادي الصفاقسي التي حد منسيري باش نكملوا دقيقتين في النادي الافريقي ولا ترجي ديربي دونك النقطة اللي كنا نتحدث فيها قبل اخبار سمير اللي هي البوزيسيون مون تاع بيكورو كيفاش لازم يكون وقلت لي لازم تاكل بعضها بينهور وجي اولو ما معنى انها تاكل بينهور ما فهمتش فسر لنا في لي في لي وين بالضبط لي في منطقه الترجي في منطقه الكلوب طالع هابط اختيار هذا كله نتاع الكبير ومتاع كردوزو بيان سور ثم السؤال الاخر بيكورو شفناه في ليكيب نتاعو يلعب هو قدام الديفونس فوالا ما يلعبش في مراكز اخرى هل انه باش يوظفوا التوظيف هذا منظر ويقدم احمد خليل ام انه زوج مش يلعبوا نفس الخط اذا كان لعبوا على نفس الخط مش تكون كارثه كبيره لانه في المنطقه هذيك ما فما حتى ملاعب هي. اقعد استنى انت سيف تقاول عايب باش يجيوك باش يوصلوا المنطقه نتاعك ولا انك باش تطلع لهم اذا كان مش تطلع لهم الزوز الاسباس. مش تخلي الاسباس الميتيرام بتاعك في ظهر الميليو وفي وجه الديفونس كلها مسائل تكتيكيه المزياني من الغادي ادوار الدفاعيه كيفاش مش تكون معناها بر... فما برشا عمل وبرشا معناها امور يلزمها تتروش كذلك بالنسبه للاسبيرونس وطريقه اللعب نتاعها وشنو المفاجات يعني تكلمت البارح على المفاجات تكتيكيه كل سواء في التشكيلة أو في التكتيك، معناها طريقة اللعب تنجم تكون، طريقة الضغط وين يحب يلعب، بالكش الترجي تختار طريقة هجومية، بالكش تختار طريقة دفاعية، الله أعلم شكون باش يصير، لكن المدربين الاثنين عندهم أكيد أنه عندهم حلول للمشاكل. كملنا معكم سمير في كلمة أنه نعرفوا في المباراة الكبار هذوما الثنائيات آه عندها دور كبير. دوزيام بال عندها دور كبير علشان احنا عن على لونجاجمون وقلنا العركه راهو باش العركه في البلايص الكل كرويا لذا نصور انه باش تلعب على ديتاي صغار اللي باش بشي بشي, بشي باش يفوز بالثنائيات نتاعو باش يغلب الفيزا في نتاعو في في لونجاجمون نتصور انه باش باش ياثر على الفريق نتاعو على النتيجه زادة نذكروا بالغيابات في الزوز فرق ترجي راضي تونسي غياب واحد هو بن حموده في النادي الافريقي خمسه غيابات الحمروني صغير عمر العمراني رامي البدوي وحمدي العبيدي وبالنسبه للترجي للمباراه الرابعه على التوالي دفاع ترجي لا يقبل اهداف وهو أربع مباريات لعبهم مع مدربه جديد كاردوز زوز مقابل باش نكملوهم ملعب تونسي النجم الساحلي من شرميتي زوز فرق من اجل الفوز الاول في مرحله التتويج زوز فرق في حاجه تامه وماسه للفوز أمين صحيح زوز فرق في, في حاله ماهيش ولا بد بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي في بحث على اول فوز ليه اللي نصور يقعد هو لو لو النجم الرياضي الساحلي يفوز مباراة يصير منعرج باش تتحسن الامور باش تتحسن الاوضاع كما تعرف انه راه تقع ديفات ورا ديفات تدخل في دوامه خايبه برشا وهذايا اللي خايفين منه الناس الكل ومباراة غدا ما باش تكون سهلة حتى طرف مباراة ضد فريق ايكيب جوز نعرفوا الملعب التونسي اللي مو سهل على ذات الملعب نتاعو صحيح خارج بنتيجة نولو هزيمة, 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 هزيمة نتصور انه الصعيب اللي يقوم به الملعب التونسي انه يخلق الفرص لكن التسجيل نتاعها هو حاجه مهمه المباراة الأولى لسيف غزال ونفخة اللي هم يستنوا في فرصة نتاعهم، ما نعرفوش ديجا شكون والله غزال مش يستنوا في الفرصة، خلينا نكون مش كما قلت أنت يستنوا في الفرصة نتاعهم هذوما أبناء برشا، لا غزال مو مو زاد نعطيو الحق كل اللي حتى هما دي ديما في الواجهة في كل فترة اللي يمر بها النجم الرياضي الساحلي وقت اللي الناس الكل خليت الفريق وهم موجودين وهما مم. ياكلوا في الـ في الـ في خلينا نقولوا في السب وفي العصا وفي راهو الناس متحمله يعني على الاقل هاد خلي ياخذوا اللي يتحملوا المسؤوليه تماما باش ما باش ما تجيش اخطاء الغير صحيح. في وجه نفخه وغزال كل هذا باش ما إيه؟ نقزموش الناس ونعطيو إيه؟ للناس حقوقها ونقولوا كلمه الحق في حق لا لا النفخه من فتره ما كان هو تحمل مسؤوليه سيف إيه؟ نفس الشيء أشك فوا وين الناس الكل تهرب تلقى سيف وفي نفخه في الواجهة افيك دي كونديسيون راهو يعني ميزيرابل ميزيرابل ونعرفوا احنا امكانيات اللاعبين ونعرفوا الامور الماليه ونعرفوا المشاكل هذه كل في ظروف نقول انا ظروف ظلمتهم الاولاد ونتمن... وتمنيت انه نشوفهم في ظروف ما خير على الاقل باش ياخذوا فرصتهم كوم يلفو. امكانيه يعني ان تكون العوده لبوغطاس وبن عمر ممكن برشا شفنا عودتهم حتى الشيخاوي ال... الشيخ حتى الشيخاوي نفس الشيء خاطر توا اليوم النجم الذي سحل لا بزوان دو تول مونت نعرفوا احنا كل لاعب نجم عنده يكون عنده امباكت على المجموعه ونجم يقدم الاضافه في ظل ال... خلينا نقولوها احنا في ظل المشاكل والشح الرصيد ال... البشري. البشري ايوه ملعب تونسي هل تكون الاستفاقه غدا في باردو زوز بونتو قلت الاسبيرون ضيعوهم كانوا يربحوا تمركز زوز بونتو مع لاسبيرونس وتسكر تنجم تربح ثلاثة بونتو مع سي اس اس يضيعوهم نحكي لك على دي زوكازيون نيت ضيعوهم تعادلت ضيعت أربع نقاط الملعب التونسي في في دو ماتش حتى نول مع لاسبيرونس كانت تنجم تعمل نول كان ماركيت والاسبيرانس رجعت لك تنجم تعمل نول مشكل الملعب التونسي يسجل الأهداف تمركي مع لي تربح. تربح سيتي. مركي خضراوي ماجري يطلعوا شويه في النيفو نتاعهم يعني السلسة. لا خوف على الملعب التونسي مش لا خوف آه. شنو لا خوف ماتش مع الاسبيرانس كانت تربح وخسرته ميتور كانت ماركي جوج بوينت يقول لك الفريق اللي يصنع فرص ويضيع ما تخافش عليه سبع ماتش ويضيع في الفرص هاك تحت يقول لك باش يجي الماتش وباش تتحل الشباب يجي وفات سيزون يا راجل تو في مارس نحنا يا رسول الله تو في مارس تو <تصفيق تصفيق> <applause> زوج ماتشات وضاعوا ضيعت البونتوات نكمل الثالث والرابع والخامسة ليه مش معقول آه ماجري والخضراوي ما يلعبوا بالمستوى نتاعهم سانسر ما. سمير حتى وقت اللي ما تربحش ما لازمكش تخسر اي جوستومون اي ما لازمكش تخسر مع ليسبيرونس جمعيه كبيره ما ماركيت الجيش تخلص ايه مش اكيد مش تخلص باش جمعيه كبيره كيما هذيك باش تخلص سي نورمال سي نورمال دونك <applause> ملعب تونسي مشكله هجومي عنده دفاع حصين راه عنده دفاع ممتاز برشا عنده ميلو ممتاز لكن ما هوش يسجل في الاهداف وثلاثه ملاعبيه اومارو اي سورتو خضراوي اي المجري يحسنوا شويه من المردود نتاعهم اومارو قدام المنتخب الوطني بالنسبه للتوال غدوه تتكلم في سوسه تقول حاجتي مدرب يجيو كيمياء شرف تدريب النجم الرياضي السياحي شرف اكيد في في اتعس حالات التوال خاطر توا احمد العجلين نحيي نقول خدمت بلاش والاخر يقول كذا والاخر ما وقعدنا لا شرف انك ترين ليتوال ولا الكلوب ولا سبيرونس ولا شرف شرف فما مدربين عداوا 40 و50 سنه كارير نتاعهم ما نجموش يرينيو وجمعية كبيره <applause> وبالتالي فرصه للوليدات هذوما <applause> الاثنين انهم ربما تكون ضربة الحظ بتاعهم ويبدوا مسيرة كبيرة نتمنى لهم التوفيق والنجاح ماتش مو سير بالكل بتوفيق لنفخة وسيف غزال المباراة الأخيرة نادي سفيقسي الاتحاد الرياضي المناسيري المستير عندها مدرب جديد لاسعد جردة الأولى لاسعد جردة في المهيري كونتر بارتي سي, 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 سي انتقادات حول طريقة اللعب وغيابات في صفوف الفريق الاثنين تقريبا مشاكلهم تتشابه نتمنى النجاح والتوفيق لاسعد جردة بطبيعة الحال مدرب وصاحبنا وخونا لكن مشكل المستير ما تنجمش ترى على تيتروات الكلام هذا قلته البارح وقلته هو صرح تا. بالهدف تاع قال نجم نكملو في ثلاثه مراكز الاولى وهذا الهدف نتاعنا لأ لأ, لأ, لا لا المركز الاول مركز الاول euh... مش ثلاثه مراكز المركز الاول ليه صعيب ياسر صعيب ياسر موت بوديوم سامي سايبو لاسع جرد بوديوم ثلاثه مراكز لاسع صاحبي يا اخويا نحبه يا اخي الجمعيه الجمعيه تبيع لك ملاعبيتها باش تنجم تعيش تعطي لي بريم نتاعها ما تنجمش مالوريزمون عندهم جمعيه باهيه ومحترمه ومحليهم اما كي تنحي الملاعبيه نتاعك الباهيين القدام يسجلوا لك الاهداف توا الاربع سنوات الاخره ما تنجمش تلعب اي تستنى رده فعل غدو المسير بعد غدو سامحوني مع المدرب الجديد يقول لك ديما كل ماتش الاول نتاع مدرب جديد تصير هكا الرجا النفسيه وكان لعبيه يحبوا كي تبدا ثم جديد الناس الكل تحب تولي موتيفي باش توري روحها يناجي يكون عنده امباكت هذا ولا مجرد كلام؟ مردود ربما جميعي باش يكون مردود طيب لكن على المستوى الخط الهجوم نستبعد برش المناعي تاع بياسر اللي متذوم افضل لاعب عندهم تاع بياسر اللي متذوم ونظن انه هو شيء بجبالي كان سبب من الاسباب خروج محمد الكوكي كان جاو في فوق في فوق مره المستير ربحته لابس عليهم شو معناتها تاع بياسر بدنا مردود مردود نتاعهم تاع بياسر مردود نتاعهم مردود نتاعهم لولا يتفال اللي جابوه كذلك مازال ولاد صغير نحاو زوج لاعبيه في الاتاك مشيو سي هذيك المشكله معناها لسعه الجردة كان يحب كان يحب يسلكها تلهي لي بابا مشي يابو شويه لقدام فهمتني رجع لهم أساسا ما نجمش نلوم على الكوكي هذاك اش عندهم لاعبيه دفاع قوي ياسر من التيران باهي برشا دفاعيا في الهجوم نفس المشكله وقت, من الفريق وقت الفريق كيما نادي يقعد واقف على على الفورمه نتاع زوج لاعبين هذه نقطه استفهام كبيره خاصه انه احنا نشوف نادي يعني فريق يطلع في في اللاعبين الصغار والشبان بالنسبه ل... بالنسبه نعتبر المستير مستير خلينا نقول ولا نادي نعتبرها مشكله نجاعه هجوميه كما قلت سمير نتمنى انه غدوه نشوفوا ولا بعد غدوه نشوفوا مباراه على الاقل محترمه ونشوفوا اداء مخير خاصه انه صحيح الرجاء باش تصير في في, لكن لا لا في, في, في في الاتحاد المنستيري لكن زاد ما عندوش لا ما عندوش العصا السحريه ما عندوش العصا السحريه نتاع والماتش صعيب في الميري ماتش صعيب في الميري شويه باش نفدك شويه ثلاثه ماتشات هما بونتو بينانتي في ثلاثه ماتشات كان عملنا كي حكمت فيه الياسر انت بارك الله عطيتك بونتو بونتو في اللعب وبينانتي هكا فما ماتش زيرو أه مات اليخر... بالجلد... زيرو ماتش خل... إيه الاخر زيرو بالله البونتو يمشي يتمركب في الدربي ولا زيرو زيرو هو الدربي ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش فما كان تلم ثلاثه ماتشات هذوما ما تلقاش بونتو و واضح جمال عبد الملك الكبار يا اخي يعني <تصفح> Sammy... ال... مطالب بدعوه طيب بن زيتون انت في ليكيب ناسيونال انت تفهم خير من الاخرين فوالا هذاك مش مش معناتها استنقاصه في قيمه طيب بن زيتون اللي هو كان مدافع فد اصبح مهاجم قوي <applause> لا ما باش تفهم انت معناتها شنو النيفو اللي نحن فيه تحيه لطيب بن زيتون ما نقصدوا فيه حتى شيء عندك ما تضيف به واضح جدا دونك نذكروا بالبرنامج الكامل تراجي نادي الافريقي غودو ديربي 9 ونص في رادس نهار الاحد في النايف الملعب التونسي نجم سيحلي مع ساعتين ومع 9 ونص نادي صفاقسي والاتحاد الرياضي المنسيري في ملعب طيب بن ما يفوتونا كان بالصبر شي غادرنا سمير شي والتحق بينا عماد الدبابي نحكيو على هزيمه تونس في الدوره الافتتاحيه في المجر تسعه نقاط فارق البارح تسويت نحكي كره يد <applause> اهلا وسهلا مرحبا عمده اهلا وسهلا مرحبا بك زروق مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي اي اف ام اذا <applause> تونس تونس 33 <applause> مقابل 24 تعليقك قبل كل شيء على الهزيمه هذه على السكور والهزيمه والاداء بشكل عام ثم خلينا ندخلون في اكثر تفاصيل عماد كما حكينا البارح كما حكينا البارح ما كناش نطمع ومش باش نربحوا الفريق المجري فريق كبير وزيد على الارض على ارضه لكن الطريقه الطريقه نتاع الخساره الحقيقه طريقه مذله العاده وشفنا شبح نتاع المنتخب الحقيقه زاد نحب نقول اللي لا جيرونس نتاع الماتش معناتها طريقه تسيير الماتش الحقيقه كانت كارثيه من المدرب الحقيقه كيفاش فسرنا؟ الحقيقه توا ديبي د ماتش الى حد الدقيقه 12 أو 13 كنا 8 8. وي تعادل صحيح. المدرب اللي حكيت لي شفت قلت لك البارح قلت لك اللموضه الجديده التورن اوفر والتبديلات كان قاعد على روحه المدرب خرج مروان بن عبد الله احسن لاعب. امم مركي اربعه ولا خمسه اربعه بونتو مركي في الثمانيه مركي اربعه بونتو خرج خرج مروان بن عبد الله ما نعرفش علاش وخرج خرج بن مروان بن عبد الله ودخل الشتي دخل الشتي مه. وزيد خرج خرج العايدي ودخل معرف وبعد زي نحكي لك في جورة بعض ولا وبعد خرج 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 شويرف ودخل الجبالي ما فهمتش علاش ليكيب كانت ماشي كانت كيب ولا تيكيب سي او نيفو دو لا ديفونس الحقيقه دفاعيا ليكيب كان كان مهزله كان الدفاع نتاعنا الحقيقه يسرتو في الوسط باهي البارح حكينا في النقطه ذي نتاع الدفاع واستندنا على تصريح وسام حمام مساعد مدرب وقال ثم كونسونتراسيون توتال على الدفاع وعلى على البيفو. حتى التاريخ على الطريقه الدفاعيه نتاعنا نحن وعلى البيفون نتاع المجر صحيح. سؤالي ليك باي. اش بي الدفاع نتاعنا هكاك رغم اننا نعرفوا نقطه قوه المجر ورغم اننا نحن حضارنا روحنا دفاعيا علاش لقينا الدفاع هكاك معنا جوستومون جوستومون انا كي نشوف المدرب الحقيقه ديما انا دي راو انا خلينا نبداو نحكيو الساعه انا راو الجروب نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا الجوارات اللي عندنا توا راو جوارات بهي وعندنا جروب بور لو مومون عندنا جروب به وعندنا جروب اوموجين معناتها خليط بين الكبار وبالصغار معناتها الجروب ماهوش خايب راو كيما تشوف تو في لي ريزو سوسيو والناس على على الفريق مقارنه بشنو جروب مش به به معناتها تكنيكمون الجروب به قادر يعمل مخير من هكا معناتها حتى في البطوله الافريقيه اللي, اللي فات قادر يعمل ما خير وكان المنتخب المصري برونابل كنا نجموا نربحوه برونابل وشك في روح المنتخب المصري اي ما شفنا زاد برشا اخطاء فرديه الاخطاء الفرديه برشا تيتا تيت ضايعين برشا كور من الليل ضايعين برشا دو ما فماش ايه الجمله وكي نلعبوا نضيعوا الكوره ساعة البارح آه. لي زافون نتاعنا آه. كاتاستروفيك ما فماش حتى طريقه اللعب الكل لعب كونسونتري والا فما ديزاكسيون انديفيدويل من عند بن عبد الله وبعد دخل درمول وبعد عبد الحق آه. حتى, حتى درمول غلط برشا البارح ضيع ضيع برشا ضيع ضيع برشا درمول وكيما قلت لك البارح راهو برشا درمول يلعب برشا انديفيدويال وفي اللو نيفو هذايا راهو علاش قلت لك انا العبد في اللو نيفو هذايا ما تنجمش تلعب انديفيدويال شوف في عبدلي آه بلال عبدلي آه يلعب كوليكتيف درمول يلعب برشا انديفيدويال كيف وكيف عبد الحق وقتاش يدخل البارح المدرب عبدلي اللي يدخل وقتنا احنا خاسرين دي بوان ديكار دخل المرغلي ودخل عبد اللي وخلنا نرجعوا به للدفاع في الخمس دقائق الاخرين في الماتش علاش قلت لك انا إيه خل... كره اليد الحديثه عمده ما عادش تعتمد ياسر على كل دومي سونتر اللي يعمل كل شيء ويحب يفنتي ويدخل وين الكل دي. يعني, يعني انت دار مول تحب تعمل كل شيء وحدك البارح ان سيرتا مومو تتنرفز ما انت ما تنجمش تعمل كل شيء وحدك وقدامك تبارك الله جبولات و... كبار معناتها نتاع المجر وين اللاعب وينو اللاعب الجماعي وينهم لي كومبينيزونس مثلا هجوميا علاش ثم رزن غير عادي معناها ثقل في لي كومبينيزون فما, فما ثقل مش, فما ثقل انا كي نشوف فما ثقل ما فماش فهم... ما فماش ان فون جو ما عندناش ما عندناش طريقه لعب واضحه قلت لك فما جو انديفيديوال البارح انا البارح نرجع لوسام كي قال مركزين على الدفاع نتاعنا ومركزين على البيفو يا اخي لقينا البارح في الميتولول اللي هلكنا واللي واللي ربحنا هو البيفو انا نحب نتسائل انا نحب نتسائل هذه من ابجديات معناتها كورتي كي يبدا عندك بيفو طوله زوز مترو واكثر ومترو 98 مم. ما تخليهش איזמק תחלי יש קודמק, איזמק תחלי הוא רק مش ما ياخذش الكورة وانت تحاول بيديك تغطي معناتها لا تراجيكتوار دو باس هذه من ابجديات الكره نشوفوا البارح كيفاش البيفو ياخذ في كره وحده واللي ديفونسور نتاعنا قاعدين يحطوا في البيفو قدامهم ما تنجمش حتى رابور دو فورس ما تنجموش هو يوزن 120 كيلو 120 كيلو صحيح مية رابور دو فورس ما سنية. تنجمش لازمك تخليه وراك وشفتوا حتى المنتخب المجري كيفاش لي زافون نتاعنا نحن ما يحصلوش البيفو ما يتحسرش راهو على الزون راهو البيفو مم تخليه ديما وراك وتغطي لا تراجيكتوار دو باس نشوفوا نحن قلت لك البارح المدرب الحقيقه مدرب حتى على البنك بارد المدرب وفي التايم اوت المدرب عمل اول تايم اوت في ال أيه. 22 دقيقه وعشرين دقيقة, دقيقة, لعب. أيه. 22 دقيقه لعب نحن نكلف في البنتوات عمل تايم اوت يقول مدرب يحكي على تاك احنا قاعدين ناكلوا في البونتوات وهو يحكي على تاك معناتها الحقيقه انا ديما نعاود ونقول الحقيقه المدرب قاعدين نعطيو فيه في برشا شانس وبرشا حظ ومن اسباب الخيبه نتاع المنتخب هذا والوجه الشاحب نتاع المنتخب هذا هو المدرب الحقيقه ما عرفش كيفاش يوظف الملاعبيه نتاعو حسيته البارح قاعد يكتش ضد روحه الحقيقه ماتش كامل قاعد يكتش ضد روحه ماهوش قاعد فاهم حتى شيء الرميكي البارح بدا بيه بدا بالرميكي الي عنده اني آه آه عنده آه رميك مش على خاطر شفت البارح برشا التعليقات كاني انا متحامل على رميكي بالعكس انا رميكي نحبه يلعب على انا كي نحط رميكي الي نظلمو رميكي ما نجمش يوري قدراته مم رميكي, مم رميكي آه مم في, في اللعب نتاعو لكن عندك اني لي انت دومتيه ظلمت انت رميكي كي حطيته في الليل ما عملش شيء رميكي رميكي لعب تقريبا 23 دقيقه لعب اول كره خذاها فلتها خرجوا لونترونور وداخل غسان تون كانوا فيها معناتها الحقيقه علاش قلت لك كان البارح بتاع ترضيات البارح الحقيقه قلت لك راهو منتخب بتاع ترضيات مش حازم باشا حازم باشا تو حازم باشا دخلوا دوزيام ميتو وتلعبوا مشيره مشيره خاطر دوزيام تون لو شونجمون من البعيد شونجمون معناتها لو ليني دو شونجمون مش 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 قريب معناتها مش قريب للمدرب مش قريب للمدرب يلعب ونعرفوا حازم باشا نحن في الديفونس ما ينجمش يلعب كنت تنجم تلعب حازم باشا في الميتو الاول باش ينجم هكاك يلعب في الاتاك ويخرج ينجم يخرج قريب لو شونجمون في الدوزيام ميتو باش يشق لك كامل وكي تبدا تلعب في نيفو راهو باش تشق تيرا كامل تخسر برشا وقت تخسر برشا وقت وين الكونتر اتاك نتاع المنتخب الوطني نتاعنا نحن اللي كنا معروفين به وين لو جو اون اللي كنا معروفين به معناتها حتى البصمه نتاعنا فقدناها تنحات. فقدناها الحقيقه زاد حراس كل... المرمى نحب نسالك ما بالكل والله عالو. ما والله ما قصرش الحقيقه ما قصروش ما قصرش تقية تقي تقية ما قصرش تقية وحتى الحربي يلعب ما, ما قصروش خاطر توا إنتي كي تجي تخرج تشوط له تتتت. وتشوط له انت راو راو الدفاع نتاعنا يعني تو انت جبت راو ليكيب المنتخب المجري قاعد يشوط على السبعة وعلى الثمانية متر احنا نعرفوا في الهوند كي يقرب لك لاتاكون على السبعة وثمانية متر وما عادش فما كونتر لازمك توقفوا نحن على السبعة متر نكنترو قاعدين مم مم وما تنجمش تكنترهم انت ناس طولهم زوز متر مم مم وما عندكش انت كل الجوالات في السيكتور سنترال طولهم زوز متر وحلوا برشا ليل زاد لعبوا برشا على اليمين يمين ويسار لعبوا بيان سور بيان سور التنوع نتاع اللعب احنا تنوع. احنا الحقيقه البارح كان وجه شاحب برشا ما هوش في قيمه الملاعبيه اللي موجودين نعاود نقولها مش ما ماهوش احباط عندنا فريق ماهوش خايب فريق باهي ينجم يتطور بتركيبه جديده الحقيقه نتاع اطار فني ما نساوي زاده الجو العام نتاع الجامعه والجو العام زاده نتاع هذا كله قاعد يقلق في الجروب وقاعد يمشوشر الجروب الاستقاله نتاع تقيا اللي صارت هذايا يعني. هو حق قبل حتى قبل الاستقاله فما برشا هو رئيس الجامعه طيب. قال مش في وقتها الاستقاله هي الحقيقه طيب. كلها توا انا توا منتخب كيف هذايا منتخب كيف هكا على البنك على البنك ما نلقاش انا ما نعرفش انا الريسبونسابل كبير هكا ان اونسيان الجمهور مانيش عارف ولا شكون مدير المنتخبات مثلا مانيش عارف ريسبونسابل شاكر الخنيسي تي لا ريسبونسابل بون بلوز او موان غارد ماتريال شاكر الخنيسي انا نحكي لك معناتها نحكي لك وي مالوروزمون مالوروزمون وي اسمع راهو لازم نسميو الاسماء بمسمياتها معناتها شنو هي شاكر الخنيسي موجود في المنتخب غارد ماتريال معناتها الحقيقه غارد ماتريال معناتها انا نحب قصدك وجود سوري معناتها بيزي... ما عنده حتى ما دخل... عندوش انفلونس ما عندوش ما عندوش البيض. شكل ما بصدق. عندوش انفلونس شكل خنيسي ما عندوش حتى حتى معناتها دور فني ولا م -م. ما ينجمش ياثر الملاعبيه ويحكي معاهم هذاك علاش احنا نقولوا يلزم الهيكل الكل تتعاود والحقيقه يلزم هيكل كبيره برشا ان شاء الله انا ما زلت انا باش على ماتش البرتغال فوالا هالهزيمه هذي نحاولوا نربطوها بالماتش الجاي نتاع كونتر البرتغال فقط نقطه اخيره من اللي شدت انتباهي البارح في المباراه برشا دو مينوت شنو الدلاله نتاع انه ياسر دو مينوت، راهو براتيكمون توفى دو مينوت يجي بعد دو مينوت أخرى، كل مر ك... معناتها كان نعملوا نسبة مئوية نتاع وقت اللعب اللي عديناه ناقصين بالدو مينوت تلقاها معناتها رقم مهول والمعضلة هذه نتاع لي دو مينوت في ليكيب ناسيونال نتاعنا ماهيش جديدة. مهمة. شنو تفسيرك ليها؟ اسكو نحن ت... ثم إشكال دفاعي نحاولوا باش نحاولوا نغطيوه باللي فود دونك تولي تصير لي دو مينوت ولا شنو تفسيرك هو الدفاع راهو الدفاع يلزم يكون كولكتيف. م. هي دفاع فلسفه الدفاع دفاع فلسفه الناس الكل لازم تدافع مع بعضها معناتها وفما حتى وقف في الفك تعرف كيفاش تقف تعرف كيفاش ديفانتي فما ليميت ليميت نتاع دو مينوت الحقيقه فما سوتيان تاع صاحبك اللي بجنبك هذا كله مفقود معناتها هذا كله مفقود في المنتخب ثم حاجه يعني تبروفوكي دو مينوت فمش واحد من راسه يعمل دو مينوت هكاك خاطر يحب يعمل دو مينوت ثم خلل نوعا ما دفاعي يخلي الملاعب يعمل دو مينوت اكيد كي يبدا ما فماش سوتيان بجنب صاحبك تبدا وقفتك غالطه انت كي تبدا ما فماش كوريكسيون كي تبدا انت ماكش كيفاش تديفندي كي تبدا تلعب بنتي كي تبدا تلعب بنتي تطلع للعشرة ولا 11 مترو ويجيك لارير يجري الحقيقه هذا كله ذا كله غايب كان على المنتخب التونسي <ممم> الحقيقه علاش قلت لك انا ان شاء الله ان شاء الله الخساره هذه تفيقنا على رواحنا ان شاء الله الخساره هذه تكون لنا حافز تقول لنا حافظ باش نربحوا البرتغال اللي البرتغال راه ما ننساوش اي نعملوا قراءه في الماتش الجاي نتاع البرتغال ومنتخب البرتغال كيفاش لازمنا نستثمروا في لي ال... ديفيونس اللي صاروا ماتش المجر باش ما يتعدوش في ماتش البرتغال يلزم يلزم نقصوا نقصوا المدرب يلزم ينقص من التغييرات ينقص من لي شونجمون الحقيقه <applause> برشا شونجمونات برشا تغييرات جوار مازال كيخذا معناتها يلزم يلزم, يلزم يلزم انا قلت لك من نهار يلزم عندنا سباعي عندنا سباعي ذاك نبداو به وعندنا دو تروا شونجمون عندنا زوز يبدلوا في الديفونس في الاتاك يلزم عنده فلسفه يلزم يقرا المنافس بالكدا يلزم تخدم الديفونس بالكدا راهو السر النجاح نتاع كرة اليد هي الدفاع إذا كان ما عندكش دفاع قوي راك باش تخسر إذا كان تقبل أكثر من 28 27 بونتو تخسر كي شفنا البارح قراءة فنية قلنا راك يلزمك شفنا حتى لي ماتش نتاع البرتغال اللي, اللي خسرناهم الكل خسرناهم البرتغال ماركت لنا 33 32 31 في ثلاثة لقاءات الأخيرة معناتها معناتها يلزم نحاولوا ندافعوا بالكدا هجوميا راهو يلزمك تعرف في اليد كي تدافع بالكدا في katımsı rak. ريت كي تدافع بالكدا وتفك كوره كي تمشي لاتاك تمشي موتيفي ولا تاك كلها تمشي ويبدا لادفيرسير خاطر لادفيرسير كي يضيع كوره راه حتى كي يرجع للديفونس يرجع ان بو ديموراليزي انت تنجم تستغل معناتها نحب نقول لك انا اللي سر النجاح في كره اليد مه. هو الدفاع اذا كان الحارس نتاعك باش يتالق راهو يلزم يكون قدامه دفاع قوي اذا كان انت باش تلعب اون اتاك بالكدا وتبدا موتيفي يلزمك تفك كوره ويلزمك تدافع بالكدا هذا كله يلزم المدرب يخدمه يلزم يحضر ليكيب نتاعو 9 بوان ديكار ما تقلقش مورالمون ماتش برتغال اربح اربح مش مشكل مش مشكل هي نوف بوان ديكار كان ينجم يجتنبها المدرب. اي فوالا كان ريت كان أيه فات 4 بوان البارح ولا سيدي حتى 5 بوان أيه يا سيدي معناتها ما كناش نكون الديسكور نتاعنا هكايا كان ثم اقل اخطاء فرديه ولا حاجه ما كانش يكون الديسكور نتاعنا. حسبتك هو لا. هم اللي يخوف هنا هما لي نوف بوان ديكار هذا اللي يخوف. اي نوف بوان ديكار الحقيقه كي قلت لك انا البارح. بدل براتيكومون ليكيب كامله بوتيتر يخمم هو يقول لك خل رتح الجواريت الجواريات للماتش الجاي البروشان ماتش حب يرتح مروي بن عبد الله خاطر دي ديرني مينوت بدلها ليكيب الكل وي بدلها ليكيب الكل معناتها طيش لوح المنديل قال الراجل ومعناتها وقبل بالهزيمه اما انا علاش انا حبيته الماتش نتاع البارح حبيته يحضر به ماتش البرتغال خاطر انا إيه البارح كنت في الماتش قلت عليه قاعد نتفرج في ايكيب قاعده في بريباراسيون وأنترنور جديد قاعد يلوج في التركيبه كان مخنا في ماتش البرتغال كاين المخ في ماتش لا قاعد يلوج في التركيبه تحس ان المدرب البارح مازال ما يعرفش المنتخب مازال جا جديد ويلعب في تورنوا اميكال ويلوج في التوليفه الجديده نتاع الجوريتا هما اللي مع بعضهم ونساء اللي هو قاعد يلعب في ديجا في تورنوا اللي نورمالمون الاوتوماتيزم موجودين ويزم يحضر به الماتش هذاك هو ماتش البرتغال بالتوفيق ان شاء الله منتخبنا الوطني التونسي غدوه ضد البرتغال ان شاء الله الفوز ونبقوا على امانه في التاهل الى اولمبياد فرنسا باريس 2024 يعطيك صحة عماد الدبي شكرا عايز. على حضورك معنا شكرا. يعطيكم صحة الناس في المتابعه للاستماع ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه سعيده متقنه يوم الاثنين المقبل صباح الخير وشاية طيبه مع اي فهم رمضان احلى